أيضا نستورد من إيران أشياء أخرى مثل المخدرات. كبتاغون؟ لا. نحن كبتاغون. نحن لا نحن نعطي المخدرات لكل العالم على إيه؟ الكبتاغون. إحنا لا نختلف شوية. إحنا كريستال ماث. كريستال ماث. في كريستال ماث بالعراق. نعم. جاي من إيران. نعم. حاليا يصنع أيضا في العراق في بعض المناطق المسيطر عليها ميليشيات. هذا الكريستال ماث جزء كبير من تمويل إيران وجزء كبير من تمويل ميليشيات المسلحة بالعراق. مش معقول كيف هو اللي بيكونوا رجال دين على أساس تبعوا الميليشيات وكذا وبيتاجروا بهذا الشيء. نحن كمل الكبتاغون بيلقوا بالرمان. أكبر رجل دين بالعراق ما يقدر يحكي ويا موضوع المخدرات. أكبر رجل دين أتحدى أكبر رجل دين بالعراق أنه يحرم ويوقف المخدرات بالعراق. أو على الأقل يسوي حملة لإيقاف المخدرات لهالدرجة. ما حد يقدر يوقف الفساد. العراق مو العراق سابقا كان معبر لعبور المخدرات فقط، مو مستهلك. العراق اليوم صار مستهلك. يعني هي قصة الكريستال مث بالعراق. يعني بصراحة أنا عندي نظرية مؤامرة بالموضوع. أنا أعتقد أنه أكو دول لازم تخلي العراق يصير مستهلك للكريستال حتى الشباب العراق يظلون نايمين. مثل الكراك بأمريكا بالسبعينات. ما بيتظاهروا ما بيثوروا. الأفريكان أمريكان. يظلون نايمين وما بيعملوا شيء. لأن اللي دا يصير حاليا بالعراق مستحيل. يعني المخدرات والمث صار حال الجقاير في بعض المناطق. يعني وكأنه دخن دخان عادي. يعني يقدم للضيوف كنوع من الأنواع الكرم. واو. أيوة. وهذا الشيء يعني وأنا حاش بهذا الموضوع ويا أكثر من طرف بالعراق. الكل يخاف يحكي بهذه القصة، وهي معلومة. جزء من الاقتصاد، لأنه خلاص قطاع مثل ما هو. لا، هو قل له أي موضوع آخر، قل له مثلا داعش يقول لك أوكي أنا حارب داعش، قل له المخدرات يقول لك لا رجاء لا تدخلنا بهذه القصة، تخوف خافون. بيبنجوا الشعب. أيه. بيبنجو مثل ما بيعطوا كابتاغون ليولعوا الشبيبة ويقدروا يقتلوا بلا ما يحسوا انه عم بيقتلوا حواليهم. بالعراق عم بيبنجون عم بيخدروا. اكزاكتلي. ومتعمد الموضوع، يعني متعمد في بعض المناطق، متعمد بالرخص. ارخص مادة بالعراق ارخص من الجقاير حتى توصل مرات هي المخدرات. خلاص متوفره وين مكان. أيه. و anything مثل كراك ابيديميك عن جد بنيويورك بالسبعينات. اكزاكتلي ذا سيم. واسوأهم بتعرف كمان، يعني هسه من تسال انه تقول يابا شباب العراق وين، ليش ما ما عندهم اي قرار سياسي، يقول لك طايرين. أيه. حقيقه نسبه كبيره جدا من الشباب طايرين. هي قد انت بلشت انت يعني هي بلشت من زمان تقريبا من 2000 و أعتقد 10-12 وفما فوق. بس بلشت بالمعروفة عندكم، يعني هواية مو بالكبتاغون، الحشيش. وبعدين شوية تطورت إلى أن صار الحشيش. يعني أسمع تسمع واحد يحشش تقول واو والله هذا مؤدب. مؤدب ما شاء الله عليه، رهيب هالولد، إنسان كرياتيف شيوعي. شيوعي بالضبط. هسه لا، القصة صارت لا للأسف، يعني بكميات مهولة، رخيص، كواليتي زين. وشايف هاي الفقرة اللي نشوفها بالأفلام اللي هو بالبداية ينطوك أحسن نوع ورخيص وبلاش. أعتقد إحنا بهالمرحلة مرحلة. وكترت أكيد من بعد 2019 جدا. أيه. جدا صحيح، من بعد المظاهرة من وراء الأحباط. أكيد مضبوط. لا مش من وراء الأحباط، لا يسكتون. مضبوط، لا يبطلوا يتظاهروا. أيه. مضبوط، 100% صحيح بشكل هائل. وكل الـ العمليات اللي نشوفها بالتلفزيون لمكافحة المخدرات هي عبارة عن تجار مو صغار، لا أصغر من الصغار بعد. أنا زيت شيء. بيجيبوا واحد تاجر صغير حرام بدهن. هذا هيك. نحن 200 غرام. نحن ليسكتونا فقرونا وجوعونا. هيك ما عنده وقت الشخص يفكر إنه بده يتظاهر أو بده يثور. بده يفكر كيف بده يطعم اولاده تاني نهار. بس كمان في كميه هائله كمان من المخدرات كمان عم تجي كمان تروق الاشخاص، يعني يخدرون يخلون ينسوا القمع الفقر اللي احنا عايشين فيه
يسطلوا يعني ويسردوا. طبعا وياها ايضا بخط موازي هو منع الكحول وتجارة الكحول. و انت منع الكحول بالعراق؟ يعني مو منع بس يعني اكو عليه حملة وهذا حرام وهذا ما يصير وهذا غلط ودائما يوقفون وما يسمحون ويصير كلش. في بعض المحافظات الكحول حالة حال المخدرات يهرب تهريب، يعني بطل البيرة يهرب تهريب. مرحب، اذا حبيتوا هذا الكليب فيكم تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على القناة تبعنا هون، واذا بدكم تحضروا سرد بكاملة فيكم تحضروها هون.